مساء الخير أحبائي المشاهدين، مع حلقة جديدة من برنامج أكوفد واحد، حلقة راح تكون مميزة لي وأنا حقيقة، ضيوف مميزين وجمهور مميز، هم من اللجنة البارالمبية الوطنية لرياضات المعاقين، شرفونا اليوم بالاستوديو، تحياتنا. مساكم الله بالخير وحياكم الله وهلا بكم ويانا بحلقتنا اليوم. طبعا اليوم حلقه خاصه بوجودهم هم، نسوي احلى تصفيق لابطالنا الحلوين. نورتونا بوجودكم واهلا وسهلا بكم. اليوم مثل ما قال زميلي وليد، حلقه مميزه ويانا الفنان المحبوب اللي كلكم تحبون اغانيه، المطرب حكيم. ايضا لا ننسى وجوده دائما يمنا ضيف بهجه، وللمره الثالثه بحضورا نقول اهلا وسهلا بك المبدع علي فرحان. خلونا نرحب ايضا بضيفنا الدائم ملح البرنامج الشاعر المبدع صباح الهلالي. اكيد مميز بابتسامته بصافرته. الفنان الشامل باسم البغدادي. حقيقة احنا نتقدم بالشكر الجزيل للأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية العراقية لرياضات المعاقين الأستاذ فاخر علي الجمالي. أستاذ طبعا شرفتونا حقيقة، ونتمنى تعرفنا بأبطالنا الموجودين بالاستوديو الآن. شكرا استاذ وليد. بالبداية باسمي وباسم الهيئة العامة للجنة البارالمبية الوطنية العراقية نقدم شكرنا وتقديرنا واحترامنا لهذا البرنامج اللطيف اللي يعتبر المتنفس الوحيد للعائلة العراقية في ضوء الأجواء المشحونة والتعبانة. بأمانة تدري هي رغبات كل إنسان، احنا نمر بظرف عصيب للعائلة العراقية. الأبطال الموجودين حاليا اليوم هم لاعبين ولاعبات متميزين مرشحين إلى بارالمبيات لندن في شهر التاسع إن شاء الله. أفضل اللاعبين هو عندنا من محافظة الناصرية قصير القامة أحمد غني. هذا نواعد جمهورنا إن شاء الله يكون الميدالية الذهبية في فعالية رمح الرمح إن شاء الله بطل العام. عليك أنا أقدر أكتله. البطل ولدان نزار من محافظة الحلة. البطل الكفيف حميد عبود السمراي من صلاح الدين. حميد انهض حميد. طلع حزمك. عندنا اللاعبة المتميزة والمرشحة إلى بارالمبيات لندن، اللاعبة فرح عبد الكريم في فعالية الرماية. فما أريد أطيل عليكم، كل الإخوان كلهم متميزين إن شاء الله، ونكون عون لكم إن شاء الله، ورح يصير منافسة أنا متأكد بيننا وبينكم إن شاء الله. حيا الله الأبطال، حيا الله الأبطال كلهم. ونبدي رحلتنا وياكم اليوم، حلقتنا حتكون حاميه كلش. انا اليوم راح ابديها ويا حكيم. شنو حكيم؟ حكيم ده يتحدونا اللجنه، ده يتحدونا. اي دروان حكيم. اي حكيم ايش عبالك؟ شنو تخوين يجيك رمح؟ لو عقلي اكو واحد صديقي ما له علاقه بالرياضه هو، بس سوى له فريق مال كرة قدم، فقال لي الخميس الجاي لعبتنا، تعال شوف اللعبة. قلت له زين منذر شلون يعني انت سويت فريق؟ قال سويت فريق وخلص، يعني فرق شعبية تعرفون، فلعبوا أقوى فريق شعبي. عندنا فريق منطقة، فريق شعبي يجيب اللواعين مثلا من الزوراء من الجوية نجوم مال الأندية ويلعب. فهذا أول ملعب لعبوا هذا الفريق. فالمهم قال الخميس لعبتنا، أنا الخميس صار عندي شغل ما شفت اللعبة. فأنا شافني قال يا معود وين رحت البارحة اللعبة وكذا. قلت له شنو الأجواء مال اللعبة، بشرني شنو فزت وكذا سويت.
ايه قال لي شنو شوطين تقول عليهم 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 تقول بالعارضه بالعمود بالعارضه بال قلت له زين شنو قال الجولت مالتهم انقلب علي الكاسياس بالتسعين ويطلع دمرني قلت له زين النتيجه شنو قال قلت له يعني ما قولته قال ما دخل الهدف قلت له يعني شنو انتهى 0-0 قال لا والله خسرنا 6 بس اسمع ما طول هذا كنا قبل الحرب تعرفون يشتغل المسرح فكانوا يعني يجونا مثلا جاهز جاهز تشتغل الدوره الحرب لا لا تلفزيون بالجورجيا بالجورجيا لا مسرح كان يعني قليل تلفزيون فكانوا يجون للمسرح من هم يعني هيك هيك ايه فكان يجون يعني دعوات تعرف انه فلان اليوم ماكو سهره فلان ممثل فلان ممثل فلان ممثل يجون اليوم فدعانا احد الاشخاص مرتين ثلاث مرات انا يعرفون بيه ما اقعد راحه وهو ذاك يصيح لي ميلح فقالوا لي دير بالك فنانين علي مو شو اسمه وتثقل وتروح زايد ما ادري شنو هاي فكل قاعد هيك وحوس ما وعد فكوا فرقه عازفين مطرب من ضمن الفرقه الخشاب خشاب من ذول طلع على السريع هذا هيك ما يكون كثر عليك ترجع علي الوطنيه فاباوع البنات يرقصن وهذا يعني ما وقف بنات تعبني باوعن علي ما ادري شنو فاني قام يحكني جسمي رحت التافيت من ورا الفرقه قلت له يابا كاف البنات تعبني قال ما عليك ذني خواتي زين هذا اللي اصلا واحد يجي يركب البي بي تي قال جد اشتريت حذاء قالت له ايه شنو يعني قال مو غاليه قالت له بيش قال ب 100,000 قالت له وش دعوه ب 100,000 مشتري لك قندره ب 100,000 قال مو من تركيا اشتريتها قالت له ها تركيا يودونا قنادر ما يعرفون يودونا مهند يجلسون مهند لا عادل عادل الخياط صديقي بلا خبر قال عندي ابن ادريس محتكر مال تمن قلت له شنو تاجر بجميله؟ قال لا خطيه هو محتكر التمن عندنا بالبيت كله الراس هالكبرى بحيث راسه يغدي فوج كامل الجسم هيك فيقول اجى راح للمدرسه جاب النتيجه اجى الحبوبته طلع بخمسه بس هو كيف هاج قلت له لك هاي كذا كم شريط احمر هذا؟ خمسه قال غير الله ستر انا بثمانين ابا حصل موقف انه واحد من اصدقائي ذي يطلق مرته نياله نياله زين قاعد يطلق مرته فالحاكم ايش قال له؟ قبل ما يعني يقول له القي الكلمه قال له بابا ركز زين قال له شنو؟ قال له ابني هاي حتاخذ نصف راتبك شو اسمه؟ نفقه نفقه قال له توكل بالله توكل بالله كانت تاخذه كله توكل بالله هذا واحد كذاب يقول دامشي عد الراجع على الخط السريع خلص البنزين شو اسوي اكو قريه بصفي ردت بنزين عندهم ماكو عندهم بس حليب خليت الحليب بالدراجه والله مشت ورا شويه قامت عتعت الدراجه وقعت شفت الصراصه طلع جبن مثلث حلو حلو مو جبن عربي شاكر كابتن شاكر محمود طبعا حشاش هو شاكر يقول قاعد تدريب وما اعرف شنو مده ماكو نادي ادربه هاي هو يقول انا اضوج من ذول يجون تفستقاه خالي ما ادري شنو يقول اضوج من عندهم يقول فجانا واحد يقول ايش تسوي؟ كابتن اجيب لكم واحد يدعم الرياضه تاجر ثقيل كنت ايش لعب يا الله اي مو هيك حتى يبين فايف ها كابتن يدعم الرياضه قلت يا الله تاجر ثقيل بلكي بواخر عنده قلت له تاجر مالي ايش قال له ما شعريه قال له ابنك قال له ب 10,000 يعني شنو يريد يسوي؟ ما شعريه ترى منطق منطقي اكو واحد صاعد هو وامه كي وبقى قدامه واحده كلش حلوه شلون يطيها الرقم يخاف من امه شلون يرد لها الرقم قالها صفر
تموز أيلول صفر مكرر نيسان آذار كانون الأول يا على الرقم مرتين نيسان قالت الدار صابكم 24 ساعة قافلة عراقي وياباني وصيني فسووا مسابقة قالوا اللي يجيب تمساح قبل زين إلى جائزة طفر الأمريكي الياباني راح ورا خمس دقائق جاب تمساح وأجا الصيني هم طفر راح جاب ورا عشر دقائق جاب تمساح وأجا العراقي يومين ماكو راحوا يدورون عليه لقوا كامش برأسه وكامش نعال وين أبوك وين أبوك لا بالطائرة قاعدين أمريكي وياباني وصومالي جت المضيفة جت المضيفة سألت الأمريكي قالت له ابنك ديباع المحرك قال هيدا يحسب الدورات مع المحرك حتى يغير بالمستقبل راحت للياباني لقيت يباع باللوحة الإلكترونية مال الكشل مال الطائرة قدامه قالت لابنك كلش صافن وشغلته غريبة على اللوحة قال هي حتى يسوي فتشي أحدث منه جت على الصومالي قالت له ابنك عيونه حمر وصافن برا قال بدلي حفاضته بعد عمي حلوه صباح حلوه احنا انا خلي اتفق على فد شغله يعني خلينا نسوي فد شيء انه لانه هنا عندنا جمهور كلهم متهيئين بموضوع حتى نعطيهم استحقاق كل بارت ناخذ ثلاثة أربعة وبعدين نرجع ماشي لأنه أكو هواية يلا لا تحدونا هم أيوة تحدونا يلا وين البطل مالتكم القوي القوي حميد عبود السامر الرائي يلا حميد عبود السامر الرائي القوي القوي يلا تريد سالف نكتة موقف يمك أي هذا المايك حلوة أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مو أنتوا عين المشاهدين موقف صار ويا الأستاذ البطل فاخر الجمال يمين العام من نزلت الشبكات هاي مال آسيا وزين وشلونكم الشبكات ضعيفة يمنا بالقرى والعراق فأنا من محافظة صلاح الدين حتى تطلعوا والنعم قرية نوب قرية أخرى بعد حياتنا نعميا يعني حياتنا هي صلاح الدين مليون هلا صلاح الدين شكرا فاستدحش وياه بالموبايل هاي سمعنا بها مال شوية اتحرك من مكانك هذا يعني باب بيدك على يسات فاخر ها موايز شونك هذا شارع تبليط واكو ساجية مال مي محترمة مال بستان مالنا دافر هيجي ها حميد شونك طب وقعت بالساجية هاني قال لي ها وين انت قلت لأستاذ بلسي انا قاعد وين انا يلا بطل لك أرد الثقيل الثقيل مالتكم عادل أصحاب الدليمي التوجيهات منك يا التوجيهات منك هاي سو تبديلات شكرا قناة السومرية في اليوم مات زوج خالتي من بغداد جابوا له الرمادي خالتي كيفت خالتي شوي حنك هم اعول شيء عساك نمت ما قعدت ودينا دفنا صار العيد تعرف يطلعون للقبور الصبح قالت ندل القبر مال خالك ابراهيم قلت لهم امشوا جبتهم جت بنته لك يا ابي لك يا ابي لك يا ابي متحين عليك يا ابي يا ابي اللي تحب راس السمك يا ابي يا ابي اللي تحب الباكه يا ابي قلت له يا ابي اقول سورة الفاتحة على ابو حاقر ابو عانا جاوب هناك مروا رجاله هذا قال يابا انتو هاي الميت مو ميتكم قلت له عاد شنو قال هاي رحمت امي يلا حلوين اريد بعد واحد في هذا البارت اريد واحد القوي مالتكم منو الثقيل عمر الدوري عمر انا توزع الاوردرات هنا توزع الاوردرات عمر الدوري عمر الدوري يلا يلا عمر الدوري السلام عليكم وعليكم السلام عمر الدوري تحية خاصة لكم حبيبي على برنامج الحلو حبيبي زين ونشكر الأستاذ فاخر إنه خلينا نشوفكم شرفتونا شرفنا بيكم حبيبي مية هلا بيكم خلصت حكي النكتة اسمعني عندك أبو هارون إيه ها إيش عندي إيه عندي أبو التيتش زين أبو التيتش ليه راتهم اللي يتمشون أبو هارون أو التيتش هذا واحد يكذب على الاخ زين
فلقيت مشون كان هناك كان جبل. قال لي تباوع النمله فوق الجبل. هاي وديش. قال له وين؟ قال له لا تباوع لك ديتشي. زين؟ ابو هارون جاوبه قال له يا من هم؟ المغمضه ولا المفتحه؟ حلوه حلوه. نرجع وياكم مره ثانيه حبايبي، كل بارت حفروا روحكم زيانين زيانين عايش ايديكم وخلينا نشوف. ايه يلا 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 هنا هنا. دقيقه دقيقه، انا راح اروح الحمام. هو يريد يروح للحمام. منطي فلوس خليه يحكي. اي اي اسكت، عيب اكبر منك. يلا صباح. اكبر منك شبيه وحده كلش كلش عصبيه. ايه تقلب المنطقة إذا يصير برجلها شيء. شلون تقلب المنطقة؟ تقلب عياط وكذا. أشق هدوم طيكة تلوك طيكة تلوك. فإجا بركن واحد قال يابا هاي زوجها ميت، يا أهلي وصلها. أنا راح قال له العم لا تقلب الدنيا عليه، لك هو ينجرح ينشخط يتأخر تقلب الدنيا. قال طوني مجال. إجا طب قال هرجل شفتان، قال خير شبيه؟ قال لا بس طيني مجال كل شمال. بس هو طلع متزوج عليك. قالت شنو؟ يابا متزوج عليك وبسليمانية مو هنا. قالت ان شاء الله يا رب اسمع خبر احس. قالها مو بس هاي، قال هذا البيت باسم من؟ قالت له باسمي. قال طلع بايع. قالت ان شاء الله يجيبوا كباب. قال غير البيت الباعه هم خسره بالقمار. قالت وين واشوف جنازته؟ قال هاي بعد عمي. سهله اول بارحه، اول بارحه مدعوين بحفله انا وصباح. يا هذا مو مطي فلوس. لا عادي عادي بفلوسه لا خلف الله. مدعوين بحفله انا وصباح، فيدورون على عازف الاورجن ماكو. قالوا بس بقوم اعزف. قلت لهم شنو انا جايبين عازف؟ انا مدعو انا صباح نسلم عليكم نروح. يوم معودين من عازف الاورجن طلعت لقيته بالحديقه شو مسوي؟ منتش على حائط مسويت. قلت له جاي اسوي؟ قال جاي صاحب خابرتي. يا ثقيل. طيب مجموعة مجموعة أصدقاء في ولد جوارين نتكلم بيه. قال أروح ياكم. أنت مالك علاقة بالموت تشرب؟ نعم. هذا الولد عنده أخوش مع اللاون. علاقوا كلش يعني حريص عليهم مخوفه يعني يخافون عندهم يعني لا يطلع لا منا ولا منا. قلت اخوك علاوه؟ قال لا ما لا لا علامه لا بالحله 20 قوطيه 30 تمضمض بيهم. يا ابا علاوه اخوك؟ قال لا ما لا. قعدنا مكان شرب نص قوطيه. البس الحمامات. شلون؟ الحمامات. لا الادغام الادغام. زي الناس. روح. لا باس يا ابي. راح الحمامات ربع ساعة نص ساعة ثلاث أربع ساعة ساعة. اجى ولد قال لك ولد بالحمامات يريدك. انتم هذا ايش؟ رحت لقيت لازم الحي صح. بس هالمرة على الهواء. مرة بعد عندي على الهواء بس هالمرة. أكيد إن مزهد. هاي عن طريق. هذول جون. شوف المحيط ما. عن طريق صديقنا الدكتور محسن يقول وحدة قالت رجلها جاي تعبان من الشغل وكلش. قالت له إذا وقفت طفت عيني اليمنى شو تسوي؟ قال صدق أطفي عيني اليمنى وطلتش يعني. قالت له أشكرك. وإذا طفت اليسرى؟ قال طبعا افقس اليسرى حطيتيها. قالت له واذا طفت عين الطباخ وما سويت لك غدا؟ قال هبوش اصوم. طيب حلو. الريموت مال حكيم. ايه حكيم يلا جاي يشحن جاي يشحن. حبايتين حبايتين شو اسوي لك حتى تحكي؟ طبعا يعني حكيم عنده مواقف هواي وحشاش درجة أولى أصلي. ومن ذولي اللي يلتح ماكو شاب يعني مفروض وياه. لا لا يلتح. شايف ذولي أصدقاء المطرف صديق المطرف. أول مرة أوقف عرف عرف نصر البحر. يا بعرف يلتح يلتح. يلتح شنو يلتح يعني؟ شوف نيشن نيشن يعني موجودة بالعربي. لا ولا صديقة قبل ما كان موبايل فدا يروح بشغلة
فخلى صديقي قال لي اي واحد يجيني راح اروح ان شاء الله نص ساعه واجي، اي واحد يجي يسال عليه قل له راح ان شاء الله نص ساعه ويجي يرجع. اي وشوف اذا هاي يقول له ايش اسمك، فهو هذا اللي خلاه شوي اثول يعني غبي شوي، فراح وجه قال له ها علو بشرني من جاء لي، قال له والله ما حد جاء لك بس واحد، قال له منو؟ قال لي اخي نسيت هسه على على طرف لسانه بالسين، قال له سالم؟ قال له يا اخي لا سمير، قال له لا يا اخي بالسين هسه سامان، قال بشار، قال وين اسمك؟ وين اسمك؟ وين اسمك؟ حلوة. لا هذا واحد جاب المقص حنش ها حنش اي ما تخلص المقطع على النتر ايش رايك؟ حنش انا نظيف انا نظيف اي حنش كلش مو زين ويا ابوه يتجاوز على ابوه يغلط على ابوه مره مرتين ثلاثه اربعه الاب يتحمل قام يدعي الاب حتى ياخذ ابن حنش الهي بس هو الاب يخاف من ابنه يخاف يضربه يخاف يتجاوز عليه الهي خذ حنش يضربني ويتجاوز علي الهي خذ حنش الهي خلصنا منه الهي ما اريد افات حنش قال له الهي يخاف منه الهي واحد شلب الامه اريد الف اريد الف قالت له الف مين؟ مطيني يا المطيني الف ماكو شلب فدي روح ليش تطيني الف بوس دين بوس نعل اخذ الالف طلع للشارع شاف ابوه اندعم رجع يركض يصرخ يمه ابوي اندعم قالت له لك هبطتني عباد ضاع الالف هذا نفسه اللي يطلق ها صاحبنا اللي يطلق نفسه فعنده ولد يعني ابنه فالمريه زاد قال للقاضي قالت له القاضي اوكي هو حيطلقني ماشي بس الولد بحضانتي اني تسعة اشهر حامل بي ومن حقي هذا الولد هذا قاعد يجي بابا على القاضي القاضي قال له اي يعني حكيت منطقي اكيد بحضانتك هو شو انا قال له سياده القاضي بس سؤال قال له ماكينه مال بيبسي قال له قال له من تحط بيها درهم مو ينزل لك بيبسي قال له قال له منو ياخذ بيبسي الماكينه لو لو اني اي خلي درهم اي اخوي عندنا صديقنا اسمه وحيد كذاب كذاب من الزينين بعدين طبينا عليه قال اخترعت اوتي يشتغل لوحده هو يكوي قلت له شلون؟ قال هاي دوس دقمه هو يكوي البنطلون وهو يكمل قلت له زين اذا حمى كلش وحرق البنطلون قال خال بيه حساسات والله يقول يصيح وحيد حميت وحيد حميت وحيد حميت هذا كذاب هم كذاب يقول عد تريل طلعت بها من الناصريه لبغداد استوني عابر الناصريه انشلع الستيرن قالوا له اكيد وقفت قالوا لا وصلتها لبغداد قالوا له شلون قالوا بلي بلايس حلو حلو يلا حبايبي حنروح ويا ابو هارون بس بالفاصل الثاني ان شاء الله نروح دي جي يلا حسبي ايش قد دوا شقولاني يقول لي لا شيل عقلبي شلون ويا لا قلبي شلون ويا دمع عيني ولا كفى كلامي ما فهم معنى ابو سيده وترجى شيل عقلبي شلون ويا شيل عقلبي شلون وياه
حلقة تفوته برنامج لا ماكو ضبوته صرت من حلقة تفوته برنامج لا ماكو ضبوته أكبد واحد أكبد واحد أكبد واحد أكبد واحد. رجعنا لكم والجزء الثاني من برنامج أكو فد واحد مع أحلى ضيوف وأحلى جمهور وأروع أروع مشاهدين ويانا عشاش يتابعونا الآن. تحية جميلة وشكر للملحن والموزع الموسيقي رياض العلي اللي خص برنامج أكو فد واحد بالأغنية الجميلة اللي سمعنا لها. أحلى تحية للموزع رياض العلي. رجعنا وياكم والدور لك حكيم. معطيك فلوس بس عليك بس عليك بفلوسكم يا حكيم مصادي اللالي كليب لا خليت محطة السماعة بعد دقات القلب ما تغرب وتنقطع ما بيها صفقولي صفقولي هذا كواحد حشاش خبر على الاتصالات مال الشركة مال اتصالات الخدمة مال الزبائن فطلع لهذا أبو الخدمة قال له أمرني حبيبي يعني شركة اتصالات أمرني بشنو أخدمك يعني قال له والله عندي سؤال قال له قول قال له أخوي بلع الشريح مالتي قال له زين وأنا شو أسوي لك أخوك بلع الشريح أنا شو أسوي لك قال له بس أرد أسأل سؤال قال له شنو قال له إذا حكى يقطعوني من الرصيد صباح ابو هارون مكلب الانشتاين سيله على البحر وشلون يستخرجون الملح وانشتاين روحه طالعه ويا سفر ما يقدر خير شي قال له انشتاين اذا انت صدق انشتاين اسالك سؤال الهواء يطلع من النفس حار او بارد صفن قال له بابا بارد قال له ليش اندف ديني اذا بارد قال له بابا اسف حار قال له ليش ننفخ بالشاي؟ قال له بابا انا كذاب وكلب ابن كلب روح انا لا ابو اينشتاين ولا واحد يكذب على صاحبه ايه قال له انت تدري انا ايش قد قديم؟ قال له يعني ايش قد قديم؟ قال له انا ملحق على قوس قزح من كان اسود وابيض هذا طلع اضرب منه قال له العاد انا ملحق على البحر الميت من كان مريض ونايم بالفراش هذا واحد جاب المرته خدامه هنديه فهل مرته كل ما تصيح الخدامه تجي تسجد على رجليها هيك فصاحت رجلها قالت له تعال شو كل ما تصيحها تسجد على رجلي قال اي ماي هنديه يعني ديانتهم هندوسيه عبدون البقر هذاك واحد لم جماعته بس الظاهر جماعته نسبة الغباء عندهم مرتفعة كلها اي كبيرة اي ليش تبغى عليها قال لهم اي واحد غبي بالمجموعة راح اقتله ما بيها مجال موافقين قالوا ولا موافقين صح على اول واحد قال له ثلاثة زائد خمسة شقد قال له ثمانية ذولا كلهم صاحوا لا تكتله تعطيه فرصة له حلو هذا فد واحد غبي يعني غبي ذا اطرم كاميرك شلون اطرم صار عنده ألم براسه فرع للدكتور الدكتور قال له شنو يراد لك عمليه بسرعه تداخل جراحي ولازم يعني اذا يعني فد جراح مهم يلا يسوي لك هاي العمليه فلم من قرايبه اخذوا لامريكا فتحوا له القبق مال راسه الدكاتره داخل ماكو دماغ ولا مخ لقوا كرتونه مكتوب عليه دماغ حلو نفس هذا الأثول سأل المعلم قال له بابا 55 ناقص 50 قال له إيه؟ أنا أستاذ قال له إيه تقوم شو اسمك قال له أستاذ أنا
قال بابا انت شو اسمك؟ قال باسم. قال شنو؟ قال باسم صف الخامس. قال بابا ادري انا جاي ادرس بصف الخامس. متعذب بطفولتك انت باسم. 55 ناقص 50. قال له 55 ناقص 50. 55 ناقص 50 استاذ تقدر تعيد السؤال؟ قال لي راح اعيده. 55 ناقص 50. قال له 55 ناقص 50. 55 استاذ انا هذا السؤال مسؤول لي قبل يعني سائليني به بس استاذ تقدر تبسط لي قبل ما ابسط؟ قال له بسط لك اياه. 55 روح منها 50. قلت قال 55 ناقص استاذ بعد بسط لي يا رحم الوالديك استاذ على كيفك وياي. قبل ما انبسط قال لي 55 قطعه كاكاو تاكل معي 50 شو يصير عندك؟ قال سكر استاذ والله سكر. خبرتنا صديقنا هشام انت وين واقف؟ على حكي اول البارحه قال انا واقف في قطعه مكتوب عليها الكلية الطبية صدفة. ها؟ وين واقف؟ اريد نجيب الكرة هذه. الكلية الطبية. قال مكتوب قطعة كبيرة الكلية الطبية صدفة. صدفة. خدمتك انا بس وينك؟ قلت له باسم شنو كلية طبية؟ قال وينك كلية بالكرة هذه؟ رجع لقينا واقف يوم السيطرة مكتوب الكلمة الطيبة صدقة. زينين. زينين هسه نرجع ويا جمهورنا لانه قلنا اكو اعداد كل شيء شوف هذا بالرمح اكيد كل يوم اكيد وين احمد غني بس انوه على فتشي قبل ما يعني نرجع لابن الناصريه مو ابن الناصريه هذا بطل عالم بطل العالم نعول عليه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب بس انا راح اكون نيابه عنه لانه هو ما يساهم راح انا اساهم اكفد ما تساله لازم يعني ينتبهوا لها جمهورنا الحبيب ايضا المختصين والمعنيين بهذا الموضوع انه ترى من اهم الرياضات اللي موجوده عندنا اللي ما عليها متابعه كبيره هي رياضه المعوقين تحياتنا لهم وايضا لهم نتائج كبيره جدا وجيده اوسمه للعراق تحياتنا شكرا 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 جزيلا استاذ ياسر تبدلت كلمه المعاقين بكلمه ذوي الاحتياجات الخاصه الله يفدى الحقيقه صباح هي ذوي الاحتياجات الخاصه تشمل عديده بس احنا تدري ما تهمنا التسميه لا اكيد اكيد بس يعني ما معقول شخص حسب لا اسمح لي بس اوضح لك اوضح لك المعلومه لا تعنودي لا لا شباب ما معقول شخص تسميه معاق وياخذ بطوله العالم بطل 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 صباح نعم كوني أنا رئيس تجمع الرافدية لمعوقي العراق نعم. وهي من منظمات المجتمع البدني حسب مواثيق الأمم المتحدة التسمية الصحيحة حاليا للمعاق بالأمم المتحدة الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة تحياتنا لهم يلا خلينا نشوف ابن الناصرية وين ابن الناصرية وين؟ لا يقول أنا نيابة عنه أنا نيابة عنه نيابة عنه لا هو خليه هو لا بس تعرفوا برم احمد رقم الحالي رقم الحالي ان شاء الله 42 متر بالرمح ان شاء الله بطل العالم في اقصار القامة وهذا للامانه صار له سنه ويانا لان لاعب شاب موهبه من محافظه الناصريه جنوب العراق للامانه ايضا حقيقه 42 متر يرمي للامانه انه انا والدي الله يحفظه ويطول عمره من كنت اطلع مثلا بدرس كان يرمي علي اشياء 45 متر تحياتنا الوالد المسافه قد مسافه 45 متر مو اقل هاي المساهمه اعتزازا ومحبه لبطلنا العالم احمد غني والله العظيم يلا يلا تحياتنا يلا سلمنا عندنا منو هو راح يسولف يلا لا استاذ ياسر يلا يلا هاي قصه حقيقيه احد القرى المحاذيه لايران بايام الشاه هاي حقيقه مو معروف باحد القرى ما اذكر اسمها شخص اسمه علوان يطير فياله زين معروف يعني يحمى اي يحمى يحمى غاب عن القريه المحاذيه لايران فتره اسبوع كامل اختفى عن القريه بعد فتره ظهر بالقهوه سالوه قالوا له علوان انت وين كنت؟ اسبوع ماكو اسبوع ماكو قالوا ما تعرفون؟ شاه ايران وجه لي دعوه زين فنزلت واستقبال رسمي نقلوني بسنتيه للمطار والاستقبال الرسمي موكب الرؤساء والملوك يصير على كتفي الشارع استقبال رسمي جمهور نعم. الايراني يستقبلون الزائر نعم. فيقول اني ويمي شاه ايران
دا أسمع الجمهور الإيراني نصا يقول بيناتهم دا يسألون، ما واحد يسأل الله، يقول له منو بصف علوان؟ حلوة يلا منو البطل؟ يلا احكيلي فرج. السلام عليكم. عليكم لاعب منتخب الوطن مبارزة على الكراسي. حياك الله، أهلا بكم. هاي اكو حفره بشارع عذت العالم بشكل يعني اهلي يفوت يوقع ينكسر، فقرروا اهل المنطقه يسوي لها فد عمليه انقاذ او فاقترحوا، اول واحد اقترح قال نجيب اسعاف نوقفه يم الحفره واليوقع بالحفره ناخذ المستشفى. الثاني قال له لا نجيب نبني مستشفى بصف الحفره. الثالث قال لهم لا يا انتم هاي شيء مخاسير، وهاي احنا نطم الحفره هاي ونحفر حفره يم المستشفى. حلو حلو يلا من عندنا؟ يلا ابراهيم. هذا ناشئ هذا فد واحد. حط المايك ابراهيم. هذا فد واحد كلش غبي. صفر اصلي معدل صفر كلش. راح للدكتور. طب قال له دكتور راسي وجعني. طب الدكتور قال له انت عندك مرض بالدماغ. قال له مين جار الدماغ. حلوة يلا هيك. وراه هاي اكو عجوز اكفد يوم عجوز وين ما تروح وياها راديو ابد ما تعوفه. المره طبت للحمامات فطلعت اغنيه شفتها قالت له من فلك طرك وين شفتها. وين ماكو ببالغ بس الصين. نسمع هنودة. يلا هند. السلام عليكم. وعليكم السلام. قربي عليك هنودة. السلام عليكم. هند عادل لاعبة القوس السهم للمنتخب الوطني. ايوه تواجدني اشني. وخر عينك يا اسطى. وخر عينك. وخر. في يوم وحدة رجلها مات. فبالفاتحة راحوا يدفنوه فهي تلطم وين يا ابو فلان رحت وعفتني وحيدي لا ولد ولا تلد. ولا اخ ولا ابي يسال علي. فواحد وراها سمعها ويلي لون دل بيتكم لا زوجك وانا سيج عشيره ابو فلان مو بس ابو فلان. وين يا ابو فلان رحت وعفتني بالبلديات شارع 52. ايوه يلا من عندنا اخير اخير اخير. عاصف فنان التشكيلي. عاصف عود. واحد جديد بالواحد جديد. وليد من وليد. يلا وليد كفيف. وليد ناشئين. تحياتنا. السلام عليكم. لك فد يوم واحد اقرا ما عنده شعر عنده دشارات براسه. هاي الباسل الاستاذ باسل. فابتم قمت تعيلون والله زين. فمشط له الحلاق مشط له وقعت اول شعراي بقى شعراتي مشط له مرت له خم وقعت الثاني قال له بقت واحده شو اسوي قال له فرقها. حلو حلو يلا نرجع لكم. قبل الحرب تعرفون كانوا يفترون على البيوت المتطوعين يعني العدة ابن يتطوع او يطوعوه طوع فاب يعني كان يريد بس يخلص من ولده بين قوسين لوقي يعني يريد يخلص من ولده يريد يطوعهم عنده ثلاثه فدقوا الباب قالوا له عندك ولد تطوع ما شنو قال له ايه تعال فلان تعال فشافوا فحصوه ما شنو قالوا لا هذا ما يفيد تعال الثالث تعال قالوا له لا هذا قصير تعال الثالث فجابوه قاعد يفحصوه في سويت شايف فاز قال له عم انت تريد متطوع لو عقيقه الحقيقه والواقع اي بالحقيقه هذول جيران اثنيناتهم مخلين عين الصناعيه زين الرجل والمرض جيران بس هي هاي المره كل ساعه يطلبون منها شغله بصل حجيه فرقاعه اريد راس بصل جوارين يلا اي جوارينهم حجيه اعطينا ملح قالت حتى الملح طلبوها صدق كذب شوي واحد قالها حجيه ماكو طماطيه قالت صدق كذب ابوكم وين اجى ابوهم الشايل هم خلي عين الصناعيه قال حجيه ايش بيش قلبت الدنيا انا جايش على غير قالت لي يا شغله طلبوا البصل طلبوا الملح طلبوا الطماطه قال هوانا اريد عينك عيني تعبانه اريد رجع. اكو عائله عندهم ببغاء بس المره ام البيت ثوله رجلها دائما يصيح له ثوله هذا الببغاء قام شي يصيح له ثوله تطلع منها صاحي ثوله قالت له لو طلقني لو الببغاء ما له علاقه راح خطيه ما يريد يبيعها
راح صبغ حزام سوال سبايكي قال جبت لك ببغاء من اوروبا يخبل. قالت يعني مو مثل ذاك الادب سيز؟ قال لا مرتب ولا يغلط ولا شيء، حتى يحكي لغات، اذا يرفع رجله اليسرى يحكي فرنسي، يرفع رجله اليمنى يحكي انجليزي. قالت لو ذا رجع يرفع الاثنين. قال مو وقع ثولي. يا اخي هي تجيب الروح. هي 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 اكو واحد قال له زوجتك قاعد خونك هي وصديقك. قال له شنو؟ قال له قاعد خونك في البيت هي وصديقك، رجع للبيت شعر المسدس من شنو؟ دخل لك صديق صديقه موجود طبعاً ما قتله زوجتك. قلت له ما يصير على الحسب مره يبقى لك اصدقاء. حلوة هذا ابن اختي الذكي كلش، ابن اختي الذكي. فاجا راسب فابوه من نوع كلش عصبي، قال له لك ايش قد انت قربي لك اثول لك غبي. قال له هم اغبياء مو انا. هم اغبياء والله هم اغبياء. قال له شنو هم اغبياء؟ قال له سؤال واحد ولا شبوني بي. قال له شنو السؤال؟ قال له اجاني سؤال ياهو اسرع القرد لو الحصان. قال له ايه منو اسرع؟ قال له طبعا القرد. قال لك القرد اسرع من الحصان. قال له ايه امي مو تقول قرد بعد ما غسال. بعد ما يجيني للبيت ولا يوصلني طبعا. عندي صديقي ابو عباس تحياتي، 12 سنه انا ما شايفه، تتذكر من كنا بسوريا ما شايفاني. المهم ففد يوم بغداد قاعد بنادي، طلعت رحت للحمام لقيته. لك هلو ابو عباس شلونك؟ شلون صحتك؟ بوست سلمت عليه. ورا فتره هم قاعد بنادي وين لقيته؟ هم بالحمام. شلونك؟ شلون صحتك؟ ورا فتره بمطعم حبايبني هم دخلت لعب وقال ادري صرصر احنا بس بالحمام. ماخذ مقاولات. هذا بنانا تواليت واحد ذكي كلش ذكي، بنا تواليت باب الشرجي. هاي استفاد منه ايه. فكتب الدخول مجاني. قال يا بصدق كذب شنو الوساخه والهاي والتنظيف؟ قال لا اريد يسويها على روح المرحوم والدي. هذا اكو واحد ما يسمع. فاجى القطار دعمه مات، صار وصل مات. فراح يدفنونه فدي يدخلون القبر. فاجى واحد هذا اللي يقدم اذا اتاك منكر ونك جاء اخوك العم. هو القطار ما اسمع ايش. عامل بناء يعني يشتغل عماله بس حشاش هو. راح للشغل قال اليوم الظهر المرته، قال تزيلي غدا بيد ابني. صار وقت الغدا دزت له صفر طاس باربع جدور، هاي اربعه. فتح الاول شلغم، ثاني شلغم، ثالث شلغم، الرابع طرشي. خبرها قال ايش دازت لي ابو ذيه. اجي راسب هذا الامه وخاذ امه هيك. قالت له ايش بك تخنزر؟ ناجح واكيد. قال لا راسب. قالت راسب وانت تخنزر علي؟ غير انا اخنزر عليك. قال هالسنه كلها السختين بس ايام الامتحانات تدعي لي. حلوه زين. هاي اثنين حشاشه قاعدين واحد بصف الله كل شيء تفد مره مصرين. ياسر ما قمت اليوم السكر ما اشتغل. وليد شلون يردوني يحكوني بالقوه؟ لا ايش بيه سكر عيب؟ ما ادري. حلو شو مسوي؟ مسوي جريمه؟ لا والله بس انا يشوفوني فقير. والله الله يسعدك ضغط. كل العالم قال تخليهم يستلموك باسم الصباح. يستلموك؟ لا نقدر لك عمي. عم احنا نقدر لك. احنا نخلص من شر. يسلموك شنو السكر؟ هذه شنو يسلموك؟ شنو راتب انت؟ انت اللي اخذ بخشم عمي. والله. اثنين واحد قاعد بصف الله، قال اقول لك؟ قال اذا اخونك ويا مرتك نصير نسايب؟ قال لا نصير متعادلين. الحلقه كلها ما لنا علاقه بوليد بس ما تدرون اخذت المي مالته. سوريا صار عندنا تصوير ف
صادفت انه عيد، خبرني صديقنا وحبيبنا حسين الغزال قال عيد ميلادي مسوي بالروابي، كان يغني حسام همينة، فرحت انا ولا الصديق جاسم فبالسياره، ما اجر سياره انا ما اعرف شنو، رحنا للحفله وما اعرف شنو، هاي رجعنا بالستة الصبح على طريق المطار، امشي سرعه واحكي بالتليفون ملابس حزام مرور ما اعرف مين طلع لي، هذول على طريق المطار سواليش طبقت شلون تلافا شلون، سديت التليفون عندي هويه مال اتحاد مسرحيين نافذة صار سنتين كانت مو عظم عاج نايلون مشقق منا ومنا هل حطوه باثنين ستين اول ما نزلت الجامع تذكر كانت عظم هدود اي حطوه باثنين ستين نزلت الجامع هذا جاسم صديق علي شلون ايش راح تقول، قلت له تحكي ولا حكايه واحده، طلعت الهويه قلت له علي فرحان كاظم نقابه الفنانين العراقيين عندنا فيلم عراقي سوري المخابرات، قال اسف سيدي اسف سيدي والله ولا وقفت اسب 500 دولار علي فرحان كاظم نقابه الفنانين العراقيين عندنا فيلم عراقي سوري المخابرات، قال اسف سيدي تفضل صعدت الجامع مشينا، قال له صديق جاسم اطبق طبقت نزل فتح الباب ابن الكلب طالع بيت الطين سويت روحك بالمخابرات لو تطلع بسيد الخواتم شو تقول لهم الفنان تحياتنا لحيدر محي تحياتنا له امبارح كنا نحكي في التليفون حكى لي موقف تقول دخلت للبيت زين انصح على ابويا انت ابويا بشغله نصيحه ماكو ابو من نوع العصبي كلش عصب يعني ماكو هذا اللي يتمشكل ماركه اي اصلي يقول دخلت انا اشوف ابويا هيك واقف يسوي هيك لا يسوي حماء يقول هيك يسوي هيك ويسوي برجله هيك ورجله اللوخ يسوي هيك قال له شبيك قال له امك قال له شبيه قال له من امبارح من يوم توكلني بس سبينك بابا يعني تحياتنا لحيدر معي باباي هذا متزوج اثنين فيحب الصغيرة أزيد من الكبيرة موت عليه هي ولده أجا ابن الصغيرة وانت صباح أجا ابن الصغيرة لا عليك الله لا تقول لي وانت لا أكيد أجا ابن الصغيرة وابن الكبيرة اثنيناتهم مشترين نفس السيارة كورلا بيضة مواصفات نفسها بس هو يخزر بالكبير قال له شنو فرق هنذني الصغير قال له بابا ماكو قال له هاي بيضة وهاي بيضة هاي غير اوتوماتيك هاي غير اوتوماتيك الكبير قال له بس سيارة اخوي الصغير بيها سنتر لوك انا ما بيها سنتر لوك قال له خوالك ما بيهم حظ حلو صباح حلو شو العلاقة شو العلاقة جماعة ال بعد ولا صديقنا علي دبي شو تقول له؟ قل له مثلا عندي شغله بوزاره الداخليه، يم جيب كل منو؟ عقيد فلان، حميد فلان. واحد مقابل صدق. قل له عندي مثلا شغله بالسياحه، يم من باب كل يم مالك علاقه. سواحبي. فجا رحنا له على شغله قبل يعني قلنا له عندنا شغله بالامن العام، يم فلان هذا يمي مالك باكر الصبح وياكم رايح، مالك علاقه. قلنا له بالامن العام هذا هو باكر الصبح نجيك. ثاني يوم الصبح رحنا على دقينا الباب طلعت امه قلنا له عباس وين؟ قالت امه جيتوا علي لين العم اخذوه. صديقنا ابو فهد قاعدين بمكان جاي نسولف ونضحك فقال خاف تحتاج شيء من مدير المرور العام؟ اي من جماعه ايه قلت له لا نعرفه صديقنا قال يعني لا خاف اي شيء من مدير المرور العام والله هو بيتهم بعيد يروح اليوسفيه ابو فهد تعيادنا ف والله نزل قبلنا خابرني ابو يسوي لي هلا صباح قلت له ها خير قال لا تقول اسمي يم الولد قلت له ليش؟ قال المرور كضوني قلت له زين ولواء فلان عميد فلان قال كذبت هسه هاي كثير مرتي مره اللي وانت بتخطي شوار ابيض قالت لمرته صدق كذي يا معود روح اصبخين قال اول شيء ايش تستفادين؟ قالت له ما يصير حتى ترجع شاب وهذا قال بعيني راح للحلاق قال له اصبغ لي شواربي قال له شو تريد؟ عندي لون برغندي عندي جوزي قال له هي سياره اصبغ لي اياها نسود
صبغ نكمل الحلقه لا خرب ريشك نسيت صبغت لك اياها بنفسجي يلا راح اصبغ ما قال عوفن استفاد من عدل قال لي ليش استفاد من قال ها من اخذ راتب ابصم بي يا اسطنبل هذا اللي نفسه اللي وشوش نفسه اللي وشوش طالع بمكان بالنظام القديم اولدز من هاي الزينه وخطفه طخ باللفكس مالته طخ باللفكس مالته قال انت نه 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 هذا بعد ما ملحق لنا على واديك ذاك لزم بريك ورجع لبك الاشياء كريش هاي اللي هي شوارب شكبرين شوارب قال لك دوشيش شاف الاولدز والشوارب نازل هنا اذا يحكها يطلع رصيد 100 دولار لهنا شوارب قال لك غلطت علي تعرف ايش راح اسوي بيك قال ها ها اعرف قال مين تعرف ولا قالت تعرف هتلر قال هي عرفه قالت كان عنده شويه هنا احتل العالم انت ايش راح تسوي بيك ومن هتلر من هتلر نروح وياكم فاصل وراجعين وياكم لا تغيرون الموجة احنا باقين يلا ما ريدك تحرمني النوم لا تجرح قلبي فد يوم ما تسمعني عتاب ولوم للتفقيد شوفك وين وخلي دموعك انت تسيل ذا مرة العب شوية تتعب ما يضلك حلى سهرك ليه وشوفك وين وخلي دموعك انت تسيل ذا مرة العب شوية تتعب ما يضلك حلى ولك تسمع كلام من نوم ولا تسويها مرة وكوم لك تسمع كلام النوم ولا تسوي امر راوتو لك تكلك وخطط لك رجعنا لكم والجزء الاخير من هذه الحلقه الجميله جدا من برنامج اكو فد واحد وان شاء الله نكون خفيفين نظل عليكم ما احلى ضيوف واحلى جمهور وشرفتنا اليوم اللجنه البارالمبيه الوطنيه لرياضات المعاقين كانت مشاركاتهم حلمه وبالتاكيد راح نسمع من عندهم نكات بعد بس اجمل قبل ولودي بس اريد اذكر ايه؟ علاوي شرفه كان مال بنيه قبل الزواج ها موقف شرف المطعم؟ اي مال المطعم عليك قبل لا الزواج استغفر الله كانت عندي علاقات يعني كذاب فد انسانه جميله هيك صارت علاقاتك دوليه فشي يعني شكل برستيج الجسم الملابس ما اعرف شنو فتعرف اول موعد يعني ثاني موعد مطعم كافتريه ما اعرف شنو ليش موعد الثالث وين؟ اي يعني بالبحيره زين ما ارد احسنك تطلع عينك رحنا فد شي مطعم يعني راقي قعدنا نزلون الاكل شو تطلبوا فلان شي فلان شي اكلي لا شيبس وعصير اكلي يا معودة لا مسوي رجيم شيبس وعصير يا معودة اكلي لا رجيم شيبس وعصير لا احسن شيء يعني الجمال يتم بالرشاقة شيبس وعصير معودة اكلي حرام نزلوا الاكل مطعم غالي اكلي قالت اكتر انا ما استحي اكل اكلت كملت ما تاكلين قالت لا رجيم شيبس وعصير فقمت اغسل يعني بالقسم العوائل قمت اغسل سمعت صيح كابتن علاقه كابتن
عظامة هاي عداوية هذا بيوم الزفة مالته فقاعد هي زواجيش تقليدي يعني لا علاقة ولا مثل علاقات أستاذ علي فرحان استغفر الله لا السابقة السابقة فقاعد يمها شكي دومي قاعد يمها أول ما قاعد ابتسم لها نزع التخم مال سنونه شوية باع لها ضحك بوجهها خنزرت دب الباروكي تجميع فوق هيك ايده نزعها حطها على الميز قالت له اشرد لها اذا تذب راسك عائله عائله هم عندهم ببغاء فقالوا البغاء ببغاء يلا 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 عادي 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 اليوم الاريال مال باسم واقع بسوق الغزل يلا صارت صارت قول يا الله مشيها مشيها سمي بسم الله سمي بسم الله يلا يلا معروف بذن مو غريب يلا عمو يلا المهم فطلعوا قالوا احنا رايحين خطار اي واحد يجينا بس اعرف منه حتى نعرف منه جاينا فندق الباب صح منو ببغى قال ابو الكهرباء ورا شويه ندق الباب قال منو قال ابو الكهرباء ورا شوي دق الباب منو قال والله ابو الكهرباء ساعتين بتموز واقف بالكهرباء ضربت الشمس خربط وقع اجوا البيت شافوا هذا لك شلون تعال الباب قال بغاها منو قال ابو الكهرباء لعد ايش بي قال له لعد ايش بي سرى النفط كيلو مترين والنسوان كل واحد ترى النفط ترى النفط ترى النفط كيلو مترين برانزيخان وصل النفط كيلو مترين بعد ما قرر شنو اقرا حتى تجيب نيه سميها قذله حتى يسموها قذله سر النفط والنسوان كل من لازم تجلي كان مالها وتيسرها يجي وحدة بين حلوة تخبل هذا بالمحطة شافها طبق بصفها قال لها تزوجيني قال لها ابو الكهرباء ما زوج ما زوج قال لها تزوجيني النفط يجي للبيت انا اشتغل بالمحطة وش اللي تشبش لاعي القلب هذا ولازم اسرى سبع ساعات يلا تحصلين لو ما تحصلين شافت الحكي مضبوط كان تقول له أتزوجك ما يخالف قال لها بس أقول لك شغلة واحدة أنا متزوج ثلاثة غيرك يعني أنت الرابعة قالت له شلون تدبر قال له كل ثلاث أيام اللي حقك السرة قالت له عيني بطل السرة النفط ولا هال يا وكح ملعون إيه إيه حكيم هذا والله صديقنا إيه أخوه تزوج قبل كانوا يجرون بدلات مال العرس ما يشترون فهذا عدم كان يشترى بدلة مال العرس ورا يومين أخوه مدير أعمال فنان يعني شعبي في حفلاتهم كلها بالشارع مناطق شعبية وكذا فقال له عمار حبيبي أخذ قاطك أروح عندي حفلة قال له شبيك حمودي يا حفلة قال له يا حفلة غير حفلاتكم كلها بالشارع وكذا تخلى بس يطلع السبعة مالتي وانت بعدين أخذه قال له شبيك حفلة عيد ميلاد مال بنية جو محترق قال له يا معود انت اقوى حفله فوق السطح يا ابني قال له والله العظيم عيد ميلاد ابني المهم قنعه اخذ القاط مالته وراح حفله مالتهم اول اغنيه ثاني اغنيه تحركوا المطرب ضربوا المطرب بعد اهل العرس وهدوا على المطرب يعني فهذا لازم مدير اعمال لازم يشارك وياه بالعركه قتلوا المدير اعمال ورموت ورم بالاثناء العركه يعني شقوا الردن مال القاط فراح حمودي للبيت بدمه دق الباب طلع العمار اخوه هذا الرئيس ما علي شو جاي اخوه مدمه متي قال له حمودي ايش بيك؟ قال له والله صارت عركه قال له زين الردن وين؟ قال له يا ردن روح ابوي انا اخذته هيك هاي بوقت قبل كانوا يشترون من الشركه ريم فواحده ام علي ورجلها اشتروا ريم شغلوا بها شغلوا بها سوداني هذا جاب الوحده بالليل جاي كروه ودق الباب طلعت له ام علي قالت له هاولك قال هالريم انقلب يا ام علي قالت له شني والركاب قال هالركاب اصبحوا همبرجر ام علي
قالت لولك الريم وين؟ قالها الزجاج كله ددجدش، القير اصبح بالقماره، لكن الازبير سليم. قال يموتك ابو علي. ولك اذا يدري، قالها لا تخافي ابو علي معاهم. فيتر فيتر ما سيارات والي يشرب من الصبيان الليل. هذا الفيتر عنده علاقه بوحده بالمنطقه، زوجه رجلها يوميا يفوت من الفيتر الصبح. والفيتر قاعد يفوت رجلها يقول ها تشريب. هذا مرات الرجال يتعارك ويا مرته، فمرته صيحه بالتشريب. من الفيتر بالتشريب ابو الفيتر قال ابو التشريب. فات مره ثانيه قال ابو التشريب. مره ثالثه قال ابو التشريب. رجع مرته قال ايش ما ادري هذا ابو التشريب. ايش ما ادري شو يا؟ لا بس قال ايش ما ادري. قلت له ايش ما ادري. راحت قالت للفيتر، قالت له شلون صيح على زوجي؟ يفقس هذه يعرف. فات اليوم الرابع كان فيتر صانع فتان فتان. تشريب الاول وكرر الثاني. قاعد هيك عاقل هذا بالمدرسه، اول مره المعلم تفاجئ هذا عاقل. باسم اسمه هو. شو اسمه؟ باسم. باسم موزقنا ابوك. قاعد عاقل قال له بابا اول تالي. قال له ابوي وصاني. قال له شو وصاك؟ قال له ما اقول. قال له احكي بابا. قل له ابوك شو وصاك؟ قال له مو طاني فلوس. قال له شطاك احكي عاقل ايش عجب؟ قال له مو قال اعطيك الف اذا ما تقلد على خشم المعلم. حلوه. يلا لا صباح 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 عليك. الله هاي مال ابو هارون من رادو من عنده يسوي حمامات اثنين. صار بنا هو مره صار بنا. اي من صار قاعدين بقهوه فقال واحد جابه انا ارد عندي بس مرافق خارجيه ارد ابني عندكم بنا؟ ابو هارون قبل لا نحكي ما عندنا او عندنا قال ايش القضيه؟ شد الموضوع سده يمي محمد احد يا اخي مقاوله شغل يابا انت تشتغل. قال شوف شديره تقوم قوم لا يسمعونا قوم. طار قال بعد اخوك انا وايد خطار يجوني فاريد مرافقات اثنين خارجيات. قال بس مرافقات اثنين؟ قال بخدمتك تامرني امر. صار طلع اقول طلع اخذ راح للعلوه ما ادري شو اسمها سكله جاب رمل وبلوك وكذا. قال انت تبقى يم الولد ما تشرف على العمل اضج واحد يباوع. ابد اتعقد واحد يباوع على شغلي. رجع لقى مرافق وحده مرافقين مفتوحات على بعض وباب واحد. شلون واحد يباوع على واحد يباوع على قال ابو هارون شو القضيه؟ قال شو القضيه؟ انت قلت لي مرافقين ما قلت لي بابين. بالراديو برنامج مقدم برنامج قال لو اكيد واحد من عندكم يعني منو يعني لو انت لو وليد قال برنامجنا اليوم راح نحكي عن الكهرباء وهموم الكهرباء اريد المواطنين يشاركونا بهمومهم. عد اتصال الو قال الو مرحبا اهلا وسهلا بك منو جاي؟ ميشا. لا مو ميشا. انا ام سرمد من محله 660. لا صوتها هاي ميشا غير صوتها. سرمد مو هنا سرمد. ها هسه شنو؟ ام سرمد والله. منو حضرتك؟ انا ام سرمد من محله 660 ممكن اشارك؟ شاركي يعني شنو مشكلتك؟ قالت لا احنا بالمنطقه 23 ساعه تجينا الكهرباء بس ساعه واحده تنقطع وتنقطع الساعه بالثنتين الظهر من يجي ابو سرمد وكل شيء يضوج وينغث رجاء حلوا لنا هاي المشكله. صار تدللين ام سرمد. عد اتصال ثاني الو. قال له بعد عمك الله يساعده. قال له اخوي منو جاي؟ ابو جواد. انا ابو كاظم من محل 454. شنو مشكلتك؟ قال له والله بعد عمك مشكلتنا احنا 24 ساعه ماكو كهرباء تجينا ساعه واحده اعطوها لابو سريم. احنا متبرعين بيها لابو سريم. ترى حق اي لا حق هذا اللي شايف هاي هاي اي هسه هسه بس خلص بس خلص بالتشريف بس خلص بالتشريف هذا شايب يرجع الظهر من الشغل حاره ذكروني بيه هسه يعني رادوا انه نعيده فيجي البيت حار الظهر بثنتين وين اللي قطع؟ ف
فاول ما يجي يتغدى ما اعرف شنو ينزع ملابسه يرتاح يقعد قدام برده حتى تجي الكهرباء ينام. هاي انت انا هسه تجي الكهرباء ليش ما اكو عتوي بالسربس خاتم. فاجت الكهرباء وهو قاعد قبال راسه افتر العتوي شيت عليه صارت بخوف الشايب قام مو يفوت من يوم بزونه عتوي يسوي قلب جايب. هنرجع هسه نشوف الهيئه الاداريه والمدراء. يا ريت استاذ فاخر يعرفنا بس بيهم. بس مايك يمك استاذ فاخر بس دقيقه استاذ فاخر اعطيني مايك. هم يعرفون نفسهم مايك الله. ها ايه يلا هاك باسم حبيبي اذا ما تتعرف علي. دكتور نعيم عبد الحسين رئيس اتحاد الرمايه للمعوقين. يا اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. الامريكان مسوين نقطه تفتيش فاجا ابو فيكم صاعدين وياه زملاء اثنين فحاوطوا الفيكم الامريكان وهذا المخنزر عليهم يعني الامريكي هاي قال له ان ذس كار بروبلم هذا اكو واحد صف السائق على اساس يحكي وياهم انجليزي يعني طيب طيب. قال له لك شنو شو هذا يقول اكو بروبلم شنو هي شنو قال له مالك علاقه نحكي وياهم فافتروا ما ادري شنو قال له ذس فشالوا التاير نزلوه اخذوا التاير قال لك هذا اخذوا التاير اللي حق التاير فنزل هذا وقال له وين ماخذ التاير تعال دا يجرها من الامريكي قال له ذس بروبلم قال له معود تعال انت بتحكي انجليزي احكي وياه خلصنا من هاي المشكله قال له كان سبيك انجلش قال له يس قال له كم ما تطيل تاير. حلو التاير. استاذ حيدر مجيد الشافي رئيس اتحاد الصم العاب الصم. بس نعرف شنو العاب الصم بنفس الوقت هو خبير لغه الاشاره العاب الصم شنو اي اي بس الالعاب اربع فعاليات عندنا احنا ونبشركم احنا قبل ثلاث ايام رجعنا من كوريا الجنوبيه تاهلنا خمس فرق طلعت الى اولمبياد الصم ببلغاريا 2013 احنا اربع فعاليات عندنا نزاولها كره القدم السباحه العاب القوى تنس الطاوله. يلا عافية عليك حبيبي. يلا في البدايه نحب ان نوجه لكم جزيل الشكر على هذا البرنامج الراقي. حياك الله. بارك الله فيك. الحقيقه سبق وصار فاخر عن التفاصيل. بعد هذا الموضوع عندنا كابتن هاشم رويض مدرب المنتخب الوطني في نظري اليوم بالصحافه يقول هاشم رويض يخطف بطاله التاهيل قبل زيكو. حلو حلو. نبدأ بموضوعنا. أنا خريج فنون موسيقية. يمكن أستاذ علي فرحان اللي يعرف التفاصيل والأمور. ست سنوات محل دراسات موسيقية وأربع سنوات كلية. اجتمعت هواي أمور أنا أصير في عالم الصم هذا العالم الغريب لغة الإشارة العربية الدولية العراقية. صدر قرار أخير من وزارة العدل بأنه أي أصم بعد يتحرك نحو الدولة زواج طلاق عركة ما أعرف إيش بنية ولد قتل خطف ما أعرف إيش اللي يحضر مترجم زين. فمترجمين قليل هنا بالعراق يعني على قد الأصابع. على كل حال قمت أطلع واجبات للعقاري للقضاة ما أعرف إيش. فمن خلال الخبرة أنه البنية إذا يكون البنية صماء والولد أصم ما يهم العمر ماكو مشكلة زين. بس إذا بنية يكونوا صماء والولد صاحي يكون دائما يكون فرق بالعمر زين. يعني في 20 سنة وفوق من خلال الخبرة. في احدى المرات رحت من القاضي قبل ما ندخل اسال البنيه اشوف ثقافتها داخله معاهدنا ما تعرف تحكي باللغه. سالت ابني شو اسمك؟ قالت انا اسمي فلان بالاشاره. طبعا عندنا تسميتين. قرب عليك مايك. عندنا تسميتين اشاريه وتحرير يعني حيدر اسمه حيدر بعد نص ما يحكوا ما ينطقون حيدر على كل حال. زين. شو اسمك؟ اعطتني اسمها يا مواليد يا كذا ثقافتها عال العال. زين. 100% تعرف الاشاره. دخلنا على القاضي. القاضي فضل سؤال قال يابا ايش قد الحاضر مال البنيه؟ ايش قد الحاضر مال تش؟ قالت 5 مليون. فانا سجلت 5 مليون سالت البنيه صماء فلان بنت فلان فجابتنا انا حاضرها مبلغ 5 مليون حيدر الشافي خبير لغه الاشاره وقعت. الغايب مالها ايش قد؟ تعرف هو كلمتين يقول الغايب مالها قلت لا سامح الله اذا صار طلاق بيناتكم. ايش قد اخر شيء بفلوس مالتش؟ قالت 10 مليون بس ال 10 مالتها بقوه قالت 10 مليون. سالت البنيه صماء فلان فجابتني 10 مليون عن غايبها حيدر الشافي خبير. سأل الولد صاحي ما علاقه بي قلت هاي زوجتك خرسه صماه مو تقول كذا ما اعرف ايش وهذه قشمرونه ما اعرف ايش قال لي لا بالعكس انا اعرف وضعيته واموره هذه البنيه صغيره وانا جيت في الطريق كلهم سوالف وما اعرف ايش اخر شيء قلت هاي خلص قال لا بعد سؤال اخير بس قل لي البنيه قل هذا مو لعب ترى هذا زوجك منا الى يوم يبعثون فقلت هذا زوجك ترى جد مو شقه منا
للموت مو تقولين هذا ما حلو هاي على طاري الهمرات ها على طاري الهمرات والامريكان هاي وقت الامريكان ضرب عندهم الطوب عندهم 60 فلس وحايرين ايش يشتغلون تجارتهم واحد يقول له بواخر قال له لا تغرق قال له ترايلات قال له لا تنجرب 60 فلس هن 60 فلس يتمشون بشارع الرشيد لقوا كون طاب وقال له لقوا فته قال له وين قال له اقعد قعده ولزمه واحد كل واحد لزم طابوقه قام يحكون طابوقه بطابوقه راح واحد من عندهم جاب كياس حبوها جو للشورجه الصبح صبح الدنيا طبوا للشورجه قاتل جميع الحشرات للدود للعقرب للحيه للمردان ايه ذو المفعول السريع كيس بدرهم العالم دي 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 دي, دي خلصوه نقل لي خوش شغله هم اشتروا كياس عبوا جو اجى واحد بخيل قال له بيش الكيس قال له بدرهم اخذ شلون طريقه الاستعمال قال له جيب سطر المي وتحط المي تخوطه وتطشه هذا مسوي هذا الاكل اكل هذا البخيل ايه ثاني يوم اجى قال له انتو مو خوش اوادم انتو كلاوتشية هذا مكثر جميع الحشرات هذا مو قاتل جميع الحشرات قال يابا على كيفك شلون قال استوى طريقة الاستعمال قال انت مو قلت تجيب سطر المي قال له ايه قال له حط البودر وخوطه وطشة قال له انا قلت لك هي شي الله لا يوفقك قال له لك ايش لعنش قلت لي قال له قلت لك تلزم البرغوث الدغدغة هسه يخرب ضحشين حبنا وذبوا على يختلق حلو حلو يلا دقيقة أستاذ محمد إداري أستاذ محمد راشد انقص سمعونا صف قلم محمد راشد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بعد الأحداث مال 91 بالعمارة فبدأت الفرق الحزبية تشتري السلاح القطعة بمية ومية وخمسين أجابوا محيسن سائق الدبابة وجاء للفرقة الحزبية قالهم شو أريد أبيع هاي قالوا إيه نشتريها من عندك بـ400 قالهم لا بـ600 قالهم لا وصلوا لي المليون قال لابن محسن محسن فرها فرها يا موسم شود خيس شكرا لجمهورنا اللي شارك ويانا كانت نكاتب جميلة جدا تحياتنا هذاك واحد يركض بالشارع قالوا له ها خيرا شكو قالوا حماتي أكلت سمكه وصار بيها شلل نصفي قالوا له خطية وأكيد راح أجيب لها الدكتور قالوا لا راح أجيب لها سمكه الأخ حلو يلا حلو هذا عصبي صاعد وياي هذا ماكو ذا اللي يعترفون دائما شايفهم يعترفون صاعد وياي بالسيارة فهموا بوقت الرتل مال الأمريكان وقفونا وهيك ماشيون سيطرات وهاي فتأخروا وحارة الدنيا وماكو تبريد ولعبانا نفسنا في الأمريكي قاعد يفتر ويا تشلب ماكو كيناي دايفتر دائما سيارة قال صعد أمي قال لي تحكي إنجليزي قلت له يحكي قال قل يفوفها لا أسوي خبر عاجل بالجزيرة هسه هاي قصت ذكرني بالكيناين أستاذ ياسر أكو واحد قاعد بالباص ومتعشي فاصوليا ايش مدريكم ايه يما مره عجوز قالت له ولك خنقتنا قالها شنو قالت له ماكو شيء اجى تفتيش جايبين هذا كلب كي ناين قالت له هذا شنو يما هذا بس هي ساده خشمه الحجي قال حجي هذا الكي ناين وزرقها بواحد نمساوي سدد خشمها وين كي ناين قالت له هذا الكيناني ما شي يسوي قال حجي هذا يعني كلاب بوليسية تسع مواد متفجرة تعرف تسع مواد متفجرة قالت له الناين شني قال الناين يعني تسع قالت له هذا دا يشتمك يضل يعرف 900 بعد دقيقة علاوي طبعا شرفنا اليوم بحضوره الى الاستوديو الاخ صلاح دي جي من مركز الديار لتوزيع الاقراص الليزريه وهم اللي يتولون حقيقه مهمه توزيع نسخ سيديات لبرنامج اكو فد واحد تحياتنا لك صلاح وصلت انه كل حلقه لا يقل عن 10 ملايين نسخه في عموم العراق حبايبي المشاهدين
حلقتنا كانت ممتعة بوجود ضيوفنا اليوم المميزين اللي حقيقة هي حلقة خاصة لهم. بس علاوي اريد القفلة ما تكلمك وحدة. ما حكي. لا لا احكي. اي هاي يعني اريد احكيها بطلب من الاصدقاء. طبعا والدتي الله يعطيها الصحة والعافية ان شاء الله. ان شاء الله للجميع ان شاء الله. مرات مثلا يعني اذا صديقة او فشي فتروح تقرا لهم اذا كانت عندهم فاتحة او فشي، بس هي حشاشة درجة اولى طبعا. صارت مناسبة دزوا عليها انه ثالث مال الفاتحة. صارت مناسبة بينكم يعني مناسبة دزوا عليها ثالث مال الفاتحة. وين منطقة راقية بخلها وبيت ومو عارف شنو بيت ضخم زيونة. اي دخلت للبيت بالمنصور فتقول تلقتني ام البيت تقول انا قلت ازاي راح اقرا لهم ما اعرف شو اليوم طاقه فلوس. فتقول دخلت لقيتني ام البيت مرحبا شلون صحه شلون حتقرين؟ قالت يعني شلون اقرا هيك نسوان موجودات واقرا. قالت لا تعال ادخلي. قلت دخلتني صاله كلها كبيره قد الطرب. اي صاله كبيره اريد النسوان توقف على هذا الحائط وعلى هذا الحائط وعلى هذا الحائط بالنص فارغ بس انت. قالت الخطه مال برشلونه ميسي. خلونا ايضا نشكر على برشلونه ما يعني وقف الموضوع. خلونا نشكر اصدقائنا اللي يتابعون البرنامج في عموم العراق والدول العربيه والعالم. توصلنا ايميلاتكم. من امرودي من السويد تحياتنا لك وشكرا على الكلام الجميل بحق البرنامج. سعدون البياتي من كركوك. منسق الرداء الابيض يعني هو هكذا كاتب اسمه. محمد العادل ابو حارث. عارف الراوي عراقي مقيم في السعوديه تحياتنا لك. سعيد الطرفي من الاحواز. علي الجبوري من الشارقه. ورسول حيدر المشداني من منطقه المشاهده. تحياتنا لكل اصدقائنا اللي يتابعونا عبر الرسائل الالكترونيه للبرنامج. تحياتنا لهم شكرا جزيلا. وان شاء الله نلتقيكم بحلقات قادمه ان شاء الله يا رب. نشكر كل اللي حضروا ويانا اليوم. شكرا جزيلا لك استاذ. شكرا جزيلا لكم ونورتونا يا ابطال العراق نورتونا. طبعا تحياتنا للاستاذ فاخر علي الجمالي الامين العام للجنه البارالمبيه الوطنيه لرياضات المعاقين. تحياتنا للساده الحضور جميعهم ونأب بكم خير ان شاء الله على اولمبياد اثينا. تحياتنا لندن يا يوم لا حولوها ما تدري عنده نسيان. شكرا جزيلا لك حكيم نورتنا اليوم. تحياتنا لك صاحب الصوت الجميل حكيم. تحياتنا وايضا نورتنا علي فرحان المره الثالثه ان شاء الله رابعه وخامسه. شكرا حبيبي هذا فان ان شاء الله. هاي فان منا ان شاء الله. تحياتنا لك شكرا. صباح الهلال انت دائما منورنا بالبرنامج. تحياتنا لشاعرنا المبدع صباح الهلال. وتحياتنا ايضا للنور الثاني بالبرنامج استاذنا الموزع الموسيقي باسم البغدادي. إذن أعزائي المشاهدين إن شاء الله نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج أكو فد واحد.